البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم ابداعات فيفي. ان شاء الله حبيباتي نلقاكم كامل بخير. اليوم راني جبت لكم هذا الموديل، هذا اللي راهو موضح على الشاشه، ايضا راهو ضمن سلسله العيد، يعني مازلنا في سلسله العيد. رايحين نديروا له لو باترون تاعو على الورق. اذا البنات الموديل تاعنا راهو سهل جدا، يعني ما فيهش التحويلات والتشريحات كيما لي موديل اللي فاتوا. فقط لهنا عندنا تشريح على مستوى الذراع، من بعد نوري لكم كيفاش ديروه. قبل ما نبداو البنات في لو موديل تاعنا، ما تنساوش تخليو لي جام وتخليو لي التعليقات تاعكم الملاح اللي نحبهم بزاف، واللي مازالوا ما اشتركوش في القناه يشتركوا ويفعلوا زر الجرس، هكذا باه يوصلهم كل جديد رانا نحطوا فيه. وايضا البنات قبل ما نبداو حابه نبدل لكم فكره، يعني كامل الخياطات اللي عندهم ماشينه وممكن ما لقاوش رواحهم في الخياطه تاع القناضر، ولا يعني في ظل المنافسه اللي راهي في السوق ممكن ما لقاوش واش يديروا مشروع، يعني ممكن راهم حبوا يبدلوا خلاص لو دومين تاع الخياطه. كان حبيت نقترح عليكم هذه الدوره، هذه اللي هي دوره الحقائب. اذا لهنا الاستاذه راهي مدايره دوره حقائب العيد، وراهي مدايره لكم عرض مغري جدا، واللي هو لو كانت تديو زوج دورات تعطيكم الثالثه مجانا. اذا راح يظهر لكم على الشاشه بعض الموديلات اللي راح تديرهم الاستاذه ان شاء الله في الدوره. اللي راهي مهتمه بهذا المجال تتواصل معها على الصفحه الخاصه بها في الفيسبوك، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. كما شفتوا في الصور البنات، العمل تاعها راهو عباره عن تحفه فنيه. استاذه حقا صاحبه انامل ذهبيه، يعني ما تفوتوش الفرصه في انكم تتعلموا من عندها. درك نرجعوا للموديل تاعنا البنات، اذا نديروا له تحليل. شوفوا معايا البنات لو موديل، لو موديل تاعنا كما قلت لكم راهو سامبل، تقدروا ديروا لي بانس تقدروا ما ديروهمش. كما لهنا راهو بانولي بلي ماهمش مدايرين لي بانس، ما كانش الاثر تاعهم. لهنا البنات بين قوسين فقط لو موديل انا كي تبعته لي، هادو لي موديل هادو اللي قاعده نطبق فيهم، نتوما اللي راكم تبعتوا لي فيهم. انا كي تبعتوا لي الموديل نهز الصوره تاعو ونطبقه مباشره، يعني ما على باليش الجزء السفلي كيفاه راح يكون ولا الخلف تاعو كيفاه راح يكون، يعني انا منوحاش على الموديل كيفاش راهو. اللي نلقى الخلف تاعو ممكن اني نخدمه لكم، اللي ما نلقاش الخلف تاعو نعطيكم انا فكره كيفاش تكملوا له الخلف ولا كيفاش ديروا له الجزء السفلي. اذا كما قلت لكم لهنا البنات ما عندناش لي بانس، عندنا الحزام في الوسط، يعني الحزام لهنا نقدروا نستغناو به على لي بانس. عندنا لهنا كول طالع كما راكم تلاحظوا، عندنا فتحه على مستوى الرقبه نورمالمون راهي من الامام ومن الخلف. اذا انا الفتحه هذه راح نديرها لكم كيما الامام كيما الخلف، بصح لو موديل الاصلي راني مانيش شايفته كيفاش الخلف تاعو، يعني نعطيكم فكره وفقط. دير عين لهنا شوفوا كيفاش عندنا طبقه فوق طبقه، ماهمش طيات عاديين، يعني راهم طبق طبقه فوق طبقه كما راكم تلاحظوا. الذراع من هنايا راح يكون ماشي عريض، هاوليكم راح يكون قد المعصم تاعنا تماما. اذا نبداو بسم الله، نطوي الورقه تاعي على اربعه. اذا رايحه نخدم الامام والخلف فوق بعضهم. لهنا نورمالمون مترين راح يكفيكم البنات باش تخدموا هذا لو موديل. لو موديل راهو مخدوم في القطيفه، وننصحكم بالقطيفه رويال، العرض تاعها راهو متر و70 سنتيمتر. اذا لهنا مانيش راح نخدم بالكورساج المبسط، راح نخدم لكم بالباترون الاساسي البسيط، لانه ما فيهش تحويلات ولا، راهو عباره عن اون غوب سامبل. اذا رايحه نمشي منا بالمسافه بين الكتفين مقسوم على 2+1 سنتيمتر، منا رايحه نمشي بالرقبه واللي راح نديرها 7 سنتيمتر. تبعوا معايا القياسات تاع الرقبه، راح نهبطوا الكتف تاعنا ب 2 سنتيمتر، نرسم ميل الكتف هكذا. الخلف راح نهبطوا ب 2 سنتيمتر ونرسموا رقبه الخلف. الامام راح نهبط ب 7 سنتيمتر ونرسم رقبه الامام، ما زيدوش من فوق هذه القياسات. منا مع نهايه ميل الكتف راح نعاود نهبط بنفس المسافه اللي مشيت بها منا، واللي هي المسافه بين الكتفين مقسوم على 2+1 سنتيمتر. فرضا انا عندي 20، اذا نهبط في هذا الاتجاه ب 20 سنتيمتر. منا راح نحط دوران الصدر مقسوم على 4، ممكن تزيدوا غير 1 سنتيمتر حق الخياطه، وممكن ديروا القيس تاعكم تماما كيما راهو، باسكو هاد لي غوب هادو يجيو باهيين وهما قد لا طاي تاعنا تماما، يعني ما تكونش كاينه هذيك الزياده تفزت الشكل تاع لا غوب. دونك لهنا ممكن كيما قلت لكم نهزوا القيس كيما راهو مقسوم على 4،
نرسم حردة الإبط الأمامية والخلفية. إذن فرضا هذه حردة الإبط الأمامية وهذه الخلفية. دائما حردة الإبط الأمامية تكون داخلة شوية على الخلفية. إذن رايحين نمشي منا بطول الخصر، مثلا هو 40 سنتيمتر. نحط دوران الخصر مقسوم على 4 بدون إضافة، ولا كما قلت لكم لكان حبيتو زيدوا 1 سنتيمتر فقط حق الخياطة. ومن بعد نوصل نهاية حردة الإبط إلى خط الخصر بهذا الشكل. دركا من هنايا وإلا حبيتوها إيفازي تكملوا بخط مائل بهذا الشكل إلى نهاية القماش، ولكن حبيتوها ضوات أبطوا من أعلى نقطة في الكتف بطول الأرداف، مثلا راح يكون 62 سنتيمتر. نمشي منا بدوران الأرداف مقسوم على 4 بدون إضافة، ولا لكن حبيتوها لارج شوية جهة الأرداف تقدروا تزيدوا من 3 حتى 5 سنتيمتر. ومن بعد من هنا نكملوا بخط مستقيم، هذه اللي حبيناها ضوات، نكملوا بخط مستقيم لهنا. راح يكون عندي هاد الزاوية، هذه نحاول اني نقوصها شوية بهذا الشكل، يعني ما نخليش هاد الزاوية باينة ولا بارزة عفوا، باش ما ديرليش هذيك الزيادة اللي تجي وكأنها جيب في الجانب. بهذا الشكل نكونوا درنا لاغوب تاعنا دروات. نرجع الى اعلى نقطه في الكتف، نهبط ب 18 سنتيمتر هكذا، نعين لهنا 18 سنتيمتر. 18 سنتيمتر هذه البنات هي الرقبه العاديه، يعني وين تكون الرقبه تاعي في المتوسط تاعها ماهيش مفتوحه. اذا لهنا رايحه ندير هذه الفتحه هذه ولا هذه الدائره هذه، راح نهبطها الى هذا المستوى تاع الرقبه العاديه. اذا كما قلت لكم نهبط ب 18 سنتيمتر نعين نقطه، ومن بعد نقيس هذه المسافه ما بين 7 سنتيمتر اللي درتها في الرقبه تاع الموديل تاعي وما بين هذه النقطه تاع 18 سنتيمتر، نقسم المسافه هذه على 2 هكذا، نقسمها على 2. اذا من هذا المنتصف نخرج ب 2 سنتيمتر ونعين نقطه هاي لكم. ومن بعد نزيد نرجع للرقبه لهنا، نمشي ب 1 سنتيمتر في هذا الاتجاه. اذا نعاود لكم البنات، شوفوا اول نقطه نكون هبطت من اعلى نقطه في الكتف ب 18 سنتيمتر، يعني هكذا باش نخلي هذيك الدائره هذه اللي تكون في الصدر في الحدود تاع الرقبه العاديه، يعني باش ما تجيش مفتوحه بزاف. اذا نهبط ب 18 سنتيمتر ونعين نقطه. من بعد النقطه الثانيه نقسم هذه المسافه هذه ما بين الرقبه تاع لو موديل تاعنا وهاد النقطه تاع 18 سنتيمتر، نقسمها على 2 ومن هاد المنتصف نخرج ب 2 سنتيمتر ونعين نقطه. ومن بعد نرجع للرقبة تاعي اللي كنت درتها 7 سنتيمتر، نمشي فيها بواحد سنتيمتر ونعين نقطة. ومن بعد كان نوصل هاد ثلاث نقاط لبعضهم بهذا الشكل. بهاد الطريقة نكون تحصلت على هاد الدائرة هذه. دركا نقص لو باترون تاعي، اذا نقصوا الرقبة الخلفية، حردة الإبط الخلفية، نرجع للأمام نقص هذا الدائرة والرقبة. نقص أيضا حردة الإبط الأمامية. نرجع اذا للخلف وندير هذيك الفتحه اللي قلت لكم عليها. اذا تحبوا توصلوها كيما الامام حتى للمستوى تاع 18 سنتيمتر، ولا تحبوا اكثر ولا تحبوا اقل. كيما لهنا في الامام البنات راهي باينه يا 18 سنتيمتر كيما الامام يا اكثر من الامام، ونظن انه الخلف ماهوش عباره عن دائره، نظن باسكو لهنا ما نقدرش نعرف انا الخلف كيفاه راهم مفصلينه. اذا حنا نديروه دائره كيما الامام. اذا نهبط حتى ل 20 سنتيمتر ونعين نقطه، نمشي لهنا ب 1 سنتيمتر هكذا، نقيس هذه المسافه هذه ونقسمها على 2،
نخرج من هذه المسافة ب2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر لهنا على حساب واش راكم حابينها واسعة وتبين الظهر. يعني كاين دي موديل وين يروحوا حتى هكا معريين ظهر بزاف، يعني لهنا لكم الاختيار. حنا ما نديروهاش عريانة بزاف، نمشي فقط ب2 سنتيمتر ونرسموا الدائرة تاعنا. إذا مشينا من الرقبة بواحد سنتيمتر، هبطنا في هذا الاتجاه ب20 سنتيمتر، عودنا قسمنا هذه المسافة على 2 وخرجنا ب2 سنتيمتر في هذا الاتجاه، وصلنا النقاط كامل بعضهم وكنقصوا الشكل. إذا هاو لكم البنات، الخلف تاعي راح يكون بهذا الشكل والأمام بهذا الشكل. درك نكمل لكم الكول اولا ومن بعد نروحوا للذراعين. اذا لوكول تاعنا البنات باش نخدموه لازم نهزوا القيس تاع الرقبه الاماميه كامل هاوليكم، ونديروا حساب 2 سنتيمتر اللي نحيناها هنا، اخي نحينا 1 سنتيمتر على الطرفين، اذا نديروا حساب 2 سنتيمتر هذه. ولا هنا ايضا نهزوا القيس تاع الرقبه الخلفيه كامل، وهو من الاحسن البنات لوكول تخليوه هو الاخر بعد ما تلصقوا الكتفين مع بعضهم هكذا، بعد ما نلصقوا الكتفين مع بعضهم. يعني هنا باش لو تور هذا اللي نقيسوه يكون تماما قد الرقبه الاماميه والخلفيه، يعني من بعد ما نخموش في حق الخياطه. يعني لهنا بعد ما تلصقوا الكتفين مع بعضهم قيسوا هذه المسافه واللي هي الرقبه الاماميه كامل والرقبه الخلفيه كامل، مع مراعاه هذيك المسافه اللي خليناها لهنا باش قصينا. اذا هزوا القيس كلكو سوا، مثلا قيس اكس، نهزو القيس اكس ما على باليش شحال يجي اكزاكتومون، مي نرمزو له بالقيس اكس. اذا رايحين نحكمو هذاك القيس اكس البنات، نزيدو له 2 سنتيمتر حق الخياطه، ونجيبو قطعه تاع قماش تكون مطويه على 2 من هاد الجهه. اذا هاد الجهه لازم تكون مغلقه، ولا هنا هزينا القيس اللي هو الرقبه الاماميه زائد الخلفيه، راني نعاود لكم باش تشفاو. اذا القطعه تاع القماش تاعي راهي مطويه على 2، نهز 5 سنتيمتر، يعني العرض تاع الكول راح نهزو 5 سنتيمتر، مع الخياطه راح يولي لي 4 سنتيمتر. ولا حبيتوه اقل ديروا اقل، ولا حبيتوه اكثر ديروا اكثر. اذا شوفوا هاوليكم هذا هو لو كول، راح يكون مطوي من هنا مغلوق. نزيد نخيط على هذه الجهه وهذه الجهه، يعني الجهه هذه برك اللي راح تكون مفتوحه. من بعد نركبوا هذا لوكال مع الرقبه الاماميه والخلفيه هكذا بهذا الشكل. من الخلف راح نديروا بوطون ولا قفل باش نغلقوا لوكال تاعنا. يعني كي نفتحوا لوكال انطلاقا من هذاك لو بوطون هذاك، راح نقدروا ندخلوا الرقبه تاعنا بكل سهوله، لانه لهنا راح تكون مفتوحه. شوفوا هاوليكم، يعني لهنا باش تدخل الرقبه اليز برك نديرو قفل في الخلف تاع هاد لو كول. درك لهنا رانا كملنا لا غوب تاعنا، نروحو للدراع نعاود نوريه لكم. ها هو فيه هادو طبقات شغل طايحين على بعضهم، دوك نوري لكم كيفاش نديروهم. راح نهز اطار فيه الطول الكلي للدراع زائد حق الكفه مثلا 65 سنتيمتر، ومنا العرض تاعو راح يكون هو دوران دراع مقسوم على 2 زائد 4 سنتيمتر. هذا هو الاطار تاعنا اللي نخدمو فيه الذراع. اذا منا راح نهبط بطول الذراع الكلي قسمه 5، اذا بالتقريب نلقى بين 12 و 13 سنتيمتر، ومنا راح نرسم خط هكذا. دركا نرسم خط بهذا الشكل، نقسم هذا الخط الى 4 قطع متساويه، منا راح نطلع بواحد سنتيمتر من اول نقطه، نطلع بواحد سنتيمتر هذه النقطه نخليها في مكانها، ولا هنا نهبط بواحد سنتيمتر، ومن بعد نوصل هاد النقاط لبعضهم بهذا الشكل. يعني نرسم قوس فوق الخط وقوس تحت الخط، وهذه هي النقطه تاع المنتصف. ومنا راح نهزو دوران المعصم مقسوم على 2 زائد 1 سنتيمتر حق الخياطه، ونوصل هذه النقطه الى نهايه راس الكم من هنايا بخط مائل لهنا. حتى للدرك الذراع تاعنا راهو ذراع عادي. اذا شوفوا لاحظوا لهنا الطيات تاعنا راهم حابسين على مستوى منتصف حرده الابط، يعني منتصف راس الكم. اذا شوفوا هاوليكم منتصف راس الكم،
هو النقطة هذيك اللي كنت وريتها لكم تاع المنتصف، نرسم خط ومن بعد رايحة نرسم خطوط موازية لهذا الخط في الجزء العلوي هكذا. هاد القطع هادو نكتب عليهم، هذه رقم واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، ونقصهم نفصلهم على بعضهم. عليه نكتب عليهم البنات باش ما نخلطهمش. نجيب دركا ورقة أخرى ونبدأ نلصق في هاد القطع. أبه نقدر أني نرسم هاد القطع في مكانهم الصحيح، نرسم خط الوسط. إذا لهنا راح نخلي مسافة ونلصق القطعة رقم ثلاثة. إذا المسافة هذه البنات مثلا ربعة خمسة سنتيمتر على حساب الطيات اللي راكم حابين ديروهم، لكان بزاف ولا شوية، لكان كبار ولا صغار. إذا هذه المسافة راهي متغيرة. نزيد نجيب القطعة رقم اثنين، نخلي نفس المسافة اللي كنت خليتها في البداية مثلا 4 سنتيمتر، نزيد نخلي دوكا 4 سنتيمتر ونلصق القطعة رقم 2. ومن بعد نزيد نفس الشيء، نخلي نفس المسافة ونلصق القطعة رقم 1. دائما المنتصف تاع هاد القطع هادو يكون مع هاد الخط اللي كنا رسمناه. وبهذا الشكل البنات نكون خدمت الذراع تاعي. اذا هذا هو الذراع الجديد. المسافه هذه اللي راح تكون باللون المغاير هذه هي اللي نديروها طيه ولا زوج. دائما كي تجيو رايحين تفصلوا ديروا علامه هكا على القماش، علامه على هذه المسافه هذه باش تبان لكم على القماش. هذه المسافه هذه هي اللي راح نديروها عباره عن طيه ولا زوج طيات هكذا ولا حتى اكثر. يعني لكن درتوا المسافه هذه كبيره ممكن ديروا 3 طيات. الباترون البنات راح يخليكم تتحصلوا على الذراع تاع هاد الباترون. لهنا نكون كملت لا فيديو تاعي البنات، راح يظهر لكم الانستغرام الخاص بيا على الشاشه، تواصلوا معايا باش نمد لكم هاد المسطره المصغره، يعني لا فيديو اللي تخدموا بها هاد المسطره المصغره. وما تنساوش تابونيوني في الانستغرام. اذا لهنا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.